عباد الله ترى قلبهم منصرفا عن التقوى والإيمان، بل وحتى عن سماع ما يرقق قلبه أو ما يشده إلى طاعة الله أو ما يأخذ بأعنة نفسه إلى مرضاة الله. فترى هؤلاء أزهد الناس في سماع موعظة أو دعوة أو كلمة أو نصيحة أو ما إلى ذلك. الله تعالى لنا حكى لنا عن بعض عباده فقال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا قيل لهذا الإنسان اتق الله أخذته العزة بالإثم، أنا أتقي الله؟ أنا أعظم من أن تخاطبني بهذا، أنا أكبر من أن تخاطبني بهذا. إما يقولها استكبارا كظاهر الآية العزة بالإثم، وإما يقولها استصغارا لمن أمامه: من أنت حتى تقول لي اتقي الله؟ أنا أتقى لله منك. هذه الطريقة في التعامل بالاستكبار على النصيحة أو الموعظة أو الدعوة أو التوجيه هي سبب في استمرار هذا الإنسان على انصرافه عن طاعة الله عز وجل. لما يقسو القلب، إذا قسى القلب لم تنفعه موعظته، كالأرض إن سبخت لا ينفع المطر، إذا صارت سبخة يعني ما عاد ينزل عليها الماء فتنتفع بشيء، صارت ما تأخذ الماء أبدا حتى ولا تمتصه بل يبقى عليها ظاهرا. لا ينبغي للإنسان المؤمن منا يا أيها الكرام أن يوصل نفسه إلى هذه الدرجة، أقول يوصل نفسه، لأنه بقسوة قلبه، ببعده عن ذكر الله، ببعده عن حضور الجماعات، ببعده عن حضور حلقات العلم، سيقسو قلبه شاء أم أبى. ومن ثم باسترخاصه للنصيحة والموعظة والتذكرة أيضا سيقسو قلبه شاء أم أبى. كم نسمع وتسمعون من يقول أنا بعرف كل اللي بحكوه المشايخ؟ كثيرا ما نسمع: يا أخي تفضل، هناك حلقة علم، هناك مجلس دعوة، هناك مكان توعظ فيه تذكر فيه. فيقول لك أنا بعرف كل اللي بحكوه، بعرف أكثر منهم كلياتهم. الله لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر العباد ماذا قال؟ قال: وذكر. وانظر إلى هذا التعبير الرباني اللطيف العجيب الكريم، ما قال وعلم، التعليم مطلوب قطعا وهو أمر مفروغ منه، قال وذكر. قد يكون كثير ممن توجه إليه النصيحة يعلم هذه النصيحة، يعرف السرقة حرام، لكنه لا يزال يسرق. ماذا قال له؟ قال وذكر. هذا التذكير قد في لحظة من اللحظات يصيب شغاف قلبك فتدمع عيناك فتقول تبت إلى الله عز وجل. أنت تعرف أنه حرام وأنا أعرف أنه حرام لكننا نرتكبه. وذكر، التذكير يلمس شغاف القلب، يحرك نبضات النفس، يأتي إلى مكان قد يكون الإنسان قد وضع عليه حاجزا يمنع بينه وبين قبول النصيحة، فتأتي هذه النصيحة في وقت أو في زمان أو في ترتيب أو في جو محيط يكون ملائما لدخولها إلى النفس، فتلقى أذنا صاغية فتكون سببا في توبة العبد. لكن كما قلنا، الذي يمنع نفسه من ذلك ويبعد نفسه عن ذلك هذا مصيبته مصيبة. الله تعالى قال لنا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل، وغالبا ما تستعمل كلا في كلام الله عز وجل تستعمل لعدة أوجه عند العرب وفي كلام الله أيضا، وغالبا ما تستعمل للزجر، كلا تهديد، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
ران بمعنى شكل طبقة مانعة بينهم وبين الوصول إلى الخير وبين سلوك طريق رضا الله عز وجل. ماذا ران؟ ما الذي شكل مانعا وفاصلا بينهم؟ قال ما كانوا يكسبون، أعمالهم السيئة شكلت طريقا وطرفا ومكانا حاجزا بينهم وبين الوصول إلى رضا الله عز وجل. من أعظم وسائل الوصول الاستماع لموعظة، الجلوس في مجلس علم، الإطراق عند سماع الموعظة أو الدعوة أو النصيحة. أما من يأخذها، كثير من الناس يجلس في حلقة العلم في المسجد ما يعجبه، يجلس بهذا الشكل. يا أخي أنت جالس في المجلس، انسى طالب العلم الذي أمامك، من كان إنسان، فقط استمع، تفكر أنك تجلس في بيت الله. هذا بيت الله، أي بيت يعني؟ هذا بيت الله أم بيتك أنت؟ أي بيت من بيوت الله، في أي مكان في العالم، بيت الله هذا. وهذا الإنسان يقرأ إما كلام الله أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يعلم، لا يعمل بعلمه، هداه الله. كثير من طلاب العلم لا يعملون بعلمهم وإن كان كذلك. الآن إذا أردت أن تدخل هذه النصيحة إلى قلبك فتجد فيه موضعا فتؤثر فيه فتنفع، اجلس أولا جلسة المتخشع الذي يرغب في الاستماع والانتفاع، وانسى ما حولك من تفاصيل. والله إيه كلامه ما هو كتير فصيح، ما هو شرط يكون فصيح يا أخي، ليس كل الناس فصحاء، وليس كل الدعاة بلغاء، وليس كل واحد منهم يتخير الألفاظ الرنانة والأساليب المميزة ليوصل إليك الكلمات. والله كم كان من الشيوخ على مر العصور من كان إذا رأيت هيئته أو منظره أو سمته أو عرفت حاله من تقوى الله عز وجل أثر فيك فقط وبجو المسجد أكثر من كلماته. هو مجرد رؤيتك وتشعر أنه إنسان صالح، تقي، عالم، تنظر إليه تتأثر، تذكر الله، تشعر بالتقوى، تشعر بحاجتك إلى الاستغفار مثلا. فسبحان الله، هذا المجلس بشكل عام مجلس في بيت من بيوت الله، أن كان هذا البيت في أي مكان كان ومهما كان طالب العلم الذي يلقيه، هذا المجلس فقط هو مجلس تتنزل عليه الرحمات. ومن ثم إذا كان الجالس قد وطن نفسه أن ينتفع، لا بد أن يفتح الله تعالى مسامع قلبه لطاعته وذكره، ولكن يحتاج الأمر إلى أن تفتح. كان بعض مشايخنا يقول لما يعني أول يسمعنا مثل هذا الكلام، أول ما جاء الهاتف والكهرباء وما إلى ذلك، يقولنا إيه طيب شغل أنت، افتح من عندك، إذا كنت أنا منزل الطاقة الكهربائية من أين يصل الكهرباء؟ طيب أنا مسكر قلبي وقاعد عم بهز براسي إيه، أو قاعد كما قلنا شامخ بنفسي، أو قاعد وأقول إيش هالكلام ومن هذا الذي يتكلم، لن أنتفع، لن أنتفع أبدا، ولن يدخل هذا الكلام إلى قلبي، ولن أستفيد منه كلمة واحدة. أما كان المجرمون الخبثاء في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرونه ويسمعونه، يرونه ويسمعونه، عاد ما انتفعوا، هم سدوا على أنفسهم باب النفع بأيديهم، هم ينظرون هذا يتيم أبي طالب. إذا نظرت باستصغار إلى من ينصحك لن تتقبل منه، إذا نظرت باستكبار أنا أفهم أنا أفقه أنا أعلم أنا أحفظ لن تستفيد. الإنسان حينما يجلس ويريد أن ينتفع يوطن نفسه على أن يتقبل، أن يكون جهاز الاستقبال عنده مفتوحا ليستمع فتدخل هذه الكلمات إلى قلبه. عباد الله الصالحون كما قلنا لما توجه قلوبهم إلى ذلك تراه في أي لحظة تدمع عيناه، لأن قلبه مفتح. أما قلبي وقلوب بعض الناس فقد قست، تراه يسمع المواعظ ويحضر حلقات العلم ويحضر مجالس ذكر الله ويحضر خطب الجمعة ويحضر ويحضر، تمر عليه 10 سنوات ولا تنزل قطرة من عينيه. ما هذا القلب القاسي؟ أنا أقول قلبي أستغفر الله وأتوب. إيش هذا القلب القاسي؟ هذا القلب القاسي يصعب أن يتفتح إلى طاعة الله، لأنه في الأصل ما وجه نفسه لذلك.
لما قدر الله تعالى أن يتوب ويسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، شاء له أن يفتح مسامع قلبه. في القصة المشهورة في الإسلام لما دخل على أخته ورآها كانت تستمع إلى القرآن، هي وزوجها من خباب بن الأرت رضي الله عنهم جميعا، قال لهم أعطوني الصحيفة لا نعطيك، أعطوني. ضرب أخته، ضرب زوج أخته، امتنعوا عن إعطائه. في النهاية لما شعروا منه أنه يريد أعطوه فقرأ، قرأ وكان قد وطن نفسه أن يفهم، أن يستمع، أن ينتفع. فتح فنظر، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. نظر وقد تفتحت مسامع قلبه لأنه استعد لذلك. قال على مثل هذا نقاتل محمدا؟ من هذا الكلام الطيب؟ طيب أما كنت تستمع يا أمير المؤمنين يا عمر قبل ذلك؟ لا، ما وطن نفسه لذلك. فكثير من الناس جالس في المجلس في حقة الدعوة، في حقة النصيحة، وفي نفس الوقت هو غير جالس، ما موطن نفسه يستمع ولا ينتفع ولا يطبق أي كلمة مما يسمعه. كثير من الإخوة مثلا يأتي إلي، يا أخي تكلم عن الكذب، يا أخي تكلم عن الغش، يا أخي تكلم عن أكل مال الحرام. فأقول له هونا هونا، أنا بفضل الله أختار في كل يوم تعرفون حلقة وأتكلم عنها، لكن إذا كان الذي يستمع في الأصل لم يفتح قلبه ولم يوطن نفسه على تطبيق ما يستمع، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع لو أشك قلبه وأدخل فيه الإيمان؟ هذا لم يستطعه سيدنا رسول الله أشرف خلق الله، حيث قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكثير من الإخوة، يا أخي احكوا على هيك. طيب إذا حكينا على هيك خلاص تابوا الناس جميعا؟ يعني بيدنا مفتاح سحري ليتوب الناس جميعا ويرجعوا إلى الله عز وجل؟ ثم أقول دوما، كثير ممن كما قلنا من قليل ممن ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هل يأتي في الأصل إلى المسجد يسمع هذه الكلمة؟ إيه هو في الأصل يصلي؟ إيه هو في الأصل لا يدخل المسجد لا في الأسبوع ولا في الشهر، بل أحيانا في السنة كلها لا يدخله؟ في الأصل هذا من أين تأتي به؟ هذا يحتاج إلى جهد جماعي من جميع المسلمين، كما ذكرنا مرة في الدرس وهو موضوع الدعوة إلى الله. جميع المسلمون في كل أماكنهم، كل واحد في مكان عمله، في متجره، في وظيفته، في بيته، كل واحد يعني يأخذ من هذا الدور قسطا ويبذله ليدعو الناس إلى الله، وإلا ليس مجرد كلمة يعني يسمعها الإنسان ستصل إلى مسامع قلبي. قلنا أنه لم يفتح قلبه، لم يوطن نفسه، لم، هذا إذا جاء إلى المسجد، فكيف بإذا كان لا يأتي أصلا إلى المسجد؟ فكثير ممن يطلب منا أن نتكلم عن كذا وكذا وكذا، يا أخي حتى لو تكلمنا أصلا هذا الذي واقع في حمقة المعصية هذه التي تكلمني عنها، يأكل أموال الناس بالباطل، يسرق، يعتدي، يغش، كذا، هذا في الأصل أصلا لا يستمع الموعظة، هذا في الأصل يقول لك إيش بدنا من المشايخ، إيش بدنا من الدين، عيفه كل واحد لواحد، هذا في الأصل هكذا طريقته، فكيف تصل إليه؟ أعود فأقول طريقتنا للوصول إليه كل واحد أن يحاول أن يبذل جهده في الدعوة إلى الله، لأنه قد يرى ما لا أراه أنا، قد يكون في مكان لا أشاهده أنا. هذه أمور مهمة يا أيها الإخوة، أن يوطن الإنسان نفسه للاستماع وللانتفاع لكي يحصل الخير، وثانيا لا يظنن أن مجرد كلمات العالم أو طالب العلم أو الشيخ ستوصل الهداية إلى قلب من استمع فيتوب إلى الله مباشرة. هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء الله تعالى، يقلب القلوب والأبصار بيده الأشياء، ولكن الإنسان طلب منه من كسبه. الله تعالى ذكر لنا في آيات كثيرة الكسب بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون. عملك وكسبك هو أن تجهز نفسك لقبول الدعوة، لقبول النصيحة، حينها تجد أن طاقة الهداية قد فتحت لك من رب العالمين. أسأل الله لي ولكم أن يرحمنا ويهدينا ويوفقنا.